استبيانا لكل شيء يبقى لا في تحدي ولا اعجاز. طيب هو كده في الرأيين عكس بعض. 16 تفسير، التفسير ال 16 ان هو سر من الاسرار. ما سر دي بقى هشرحها انا هو يقصد بيها ايه. هو الراجل لما قال ممكن يقول سر انا ما وصلتلوش، وده حقه، يعني زي عماد بيقول مثلا الحته الفلانيه في المخ هي دي فاضل لنا دي، ده مش عيب ان عماد عارفها بس مش عارف ايه ابعادها، ايه ابعادها، ايه سرها، ايه. الله تبارك وتعالى حينما اوضح لغير المسلمين ضعفهم امام النص القراني وان محمد بن عبد الله هذا الامي يتلقى النص القراني، فقال قل فاتوا بعشر سور مفتريات او مثله مفتريات او فاتوا بصورة من مثله. هو بدا بس دي مش ايات تحدي على فكره، انا بس بشرح ان دي مش ايات تحدي، ده بيبين لهم ايه ضعفكم، ما بيتحدهمش. لو جبتوا يبقى الراجل ده جايب القران، دي معادله اللي لو جبتوا انتوا بما ان اذا بس ملهاش تحدي ولا حق. الله لا يتحدى بشر ولا خلق ابدا ابدا، ولا يعجزهم ولا ولا ولا. المقلوب الفكره جت عند الناس، وما انتم بمعجزين، يعني انت فكرت انك ممكن تعجز الله الابعد يعني، انما العكس لا. فايه حكايه هاتوا بقى صوره من مثله او عشر صور من مثله؟ طيب استاذ حضرتك دكتور محمد هنقف عندها. طيب معانا استاذ محمد، سلام عليكم. هو الفرق في الايتين في طبعا النص مش حاضرني، لكن الفرق معروفه الحكايه دي، انك انت بتتكلم على بيتكلم على تتبعه لوالده في الايه الاولى وذريته تتبعه في الايه الثانيه، يعني العكس بقى، يعني هو يبقى صالح وذريته تتبعه، ان الاولانيه ان هو يتبع الوالد الصالح، الوالد الصالح وهكذا يعني. نعم. فبرجع اقول فاتوا بعشر سور او فاتوا بصوره بعد كده، يعني في كده وفي كده يعني. طب هتجيب صوره ازاي؟ المفروض تجيب صوره على نمط صور القران. القران اول صوره الف لام ميم بعد الفاتحه، يعني سورة البقرة ألف لام ميم. لو أنا قلت لك كإله معنى الكلام ده، يجي التاني يقول لك سين كاف صاد ويقول لك معناها. يبقى دي مادة حفظ لهذا الكتاب، وعشان كده لازم عماد لو اتقال فيها أي تفسير يرفضه، لأن لما تقول لي الألف الله، هي الله بس اللي فيها ألف؟ لا، في حاجات كتير جدا، اللام مش عارف أي حاجة بقى، ما بحبش أقول الكلام اللي هم قالوه يعني، الراء مش عارف ايه الرحمة، والميم المودة، اشمعنى يعني، اشمعنى دي اشمعنى يعني. وكان زمان فعلا حد عمل كده، والله الذي لا اله غيره، طريقة من الطرق الصوفية، مع احترامنا لكل الطرق الصوفية طبعا، عملت كتاب كده صغير بيتباع يقولوا منه الترانيم بتاعتهم او الادعية بتاعتهم يعني. فعمل ايه في الاول؟ قال كدن كدن كر كدن، بالظبط كده انا فاكرها كويس يعني، كنا بنناقشهم يعني. فانا قلت له كدن كدن دي ايه؟ قال دي زي الف لام ميم. ناس من اللي معاه قالوا له انت بتهرج، مش من اللي معانا يعني، مش اللي ضده، لا من اللي معاه قالوا له انت بتهرج. فانا برضو خدته بالراحه، قلت له طب الكاف يعني ايه؟ يعني ما معنى الكاف، او ما المراد منها، او ايه هي يعني؟ قال لي الكاف كنايه عن الكون. قلت له طب ليه مش كنايه عن الكمون او الكزبره؟ كلها كاف. كلها كاف. فانا يعني مش عايز اوصل يعني، ما نوصلش بالتفاهه لهذه الامور. ده الحق تبارك وتعالى بيقول الف لام را تلك ايات. تلك ايات دي على الف لام را ولا على الايات اللي جايه؟ لازم تاخدها على الاثنين. يعني الالف لام را دي ايه؟ حددناها مش ايه، ايات تعجز من يحاول ان ياتي بمثل هذا القران. طيب استاذ دكتور محمد معانا استاذ كرم، سلام عليكم. للاسف الاتصال قطع. كلمنا تاني يا استاذ كرم، هنكون مع حضرتك ان شاء الله. احنا دلوقتي في الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين. الايات يقصد بها ما قبلها، ويقصد بها ايضا ما بعدها. الحروف المقطعه، ودايما كده الحروف المقطعه من اهم شيء لازم تبدا به فهمك او تدبرك لهذا الكتاب. ان بقى انا مقتنع تماما ان هذه الحروف ما هي الا ايه؟ مادة لحفظ هذا الكتاب من أن يؤتى بمثله. يعني لما تجيب مثله هتقول زيه نمطه، فما تجيليش مثلا إيه تجيب لي أي صورة، لا أنا عايز زي البقرة مثلا. أنا بتحدى بقى، أنا بقى اللي بتحدى مش ربنا. ف
فبقول له واحد كافر بيتريق على القرآن وكذا، طب هات زيه. فلما يقول لي سين كاف لام، لو انا قايل معنى الف لام ميم او الف لام راء، هضطر ان انا اقبل تفسيره. لا، لو انا قايل معناها هو هيعرف يجيب معنى دول. نعم. ما هو لو المعنى ده اتوفر او المراد منها اتوفر، هو يوفر المراد ويقوله لك، وساعتها مش هقدر ان انا مش هتعرف تجادله. مش هقدر اجادله. انما لما يبقى ده زي ما ابو بكر الصديق قال سر من اسرار القران، وينسب هذا القول الى ابي بكر الصديق، واذا كان ابو بكر قال فيعني حسبك بابي بكر اذا تكلم يعني.